خبر تاني وهو تأهل سيدات سلة الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وده بعد فوزهم امبارح وتخطيهم عقبة فريق مصر للتأمين في الدور ربع النهائي من البطولة. في المباراة اللي اتلعبت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة وانتهت بنتيجة 95-48 لسيدات الأهلي. وهنروح من فوز سيدات سلة الأهلي لفوز رجال الطاقة.